مسلمك شخصيته وإسلامك كدينه إسلامك وأباه شخصيته وأباه إنه نقرأ قف قف مسلم كه محل كدينه ونقرأ نصوي رقف مسلم يعني نقول إذا بين زوجات فدعه أهدم خطرة خاصة نرجع نحب أركيسا إن دم آد وفربنا يكون عن أيه الله سبحانه وتعالى أنك يا عبد سليم حاسس كويس أبي أب أبويد يا أبها أب عاصي أب وهيب إنها العاصي من قناعة وليه العلماء يحيرهن وهي أبها أبويد كسر دقدق عقابته أو أبويد كسر دقدقته وحكى أيه الرأي أكمل ذا يا رجيت عاصي ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك أنت السميع العليم الحمد لله إلهي مهدي سوادي أمرك الهواء وانكس الله بني أنا سحسوسين أن ذكر إلهي سبحانه وتعالى وأنا قل أسفرين حمالين أذكر بينه لسعطان حلقات كيني سببها دبا يوم دقني إن شاء الله حجك كذب ما دام موسم الغجر حجك أي وحنك هالليني أحكامتي حجك وحنك هالليني وحنك صحة من الفرائش وليه هاي ما أنت حجك قاسة بش حجك هذه عامها الله فيرينا وأشر الحرمة يكمي التهاي وذبق حجتها ويكمي التهاي سد حدا النبي عليه الصلاة والسلام أفرط وشي أشر الحرم ليراه وحرمة قاس له ولذلك وحكو جر الليالي عشر إلهي سبحانه وتعالى كل أرتي والفجر وليالي عشر أيها كجرة طبنك هابين وطبنك هسأل فلي بضن له النبي عليه الصلاة والسلام وقلت المامي عمل إلهي سبحانه وتعالى وكجي عليها مجرة مالنك طبنك هس حتى ولا جهات في سبيل الله مركب المدينة ولا جهات في سبيل إلا رجل وخرج بماله ونفسه من مال كيسي نفسه لبحي ومركب هس عن صورنا قانين وجهات كقصو بنتي طبنك هس نفوض أن يقصوها يساء وإياما حشك كميتها وإياما وإلهي سبحانه وتعالى وكل أرتي مركا إن واحد لقول أرنا إنه وشيء وين وذا قال اكتبه وإلهي سبحانه وتعالى كل أرتي وإلهي وقتيدنا كل أرتي هذين كي كل أرتي مالين كل أرتي فجر كي كل أرتي صبح كي كل أرتي واحد صلنا وحيد له تالي لعظمتي إن يقفك مسلك إنه كنت تدبره إلهي سبحانه وتعالى وحي كل أرنا يو مركا والآية عشر تاس أي كجرته مركا تمنك أس وأهتمنك حجك حجك سيد سنوح بالأولى ما نت سديدة ودي لقيح حجة الحجة بالأولى وحريرة يوم التروية وليراها طبعا حجك حكانتي سدان كهذا نقفك حجك نيسنا يسد حاله أي حق ولا يسد مناسك أي جرتة مسك كوبات إنه يهي قف حجك يسوي يهي حج فردي وحجك لي وبحي كلين وحج قتو دونيا منك كلا اللهم لبيك اللهم حجا وليهي حج أي نيسنا يكلي مركا وحا لما ربنا وحيا به حاجي وسمينا والإيمانية إحرامك يغطى شروطي إحرامك يفرنية كذبنا وطوافك وسمينا يا وطواف قدومك كذبنا سعي ذي كذبنا هدو ربا هرمسانا يا هدو ربا عرفوا أيها يا إيماني مهابينك هابينة المسيحانة المزدلفة يعرفوا حاجك أسوك الفرد إليه مركا حاجك أسوك هلا واحد ناف هذي أهلا وما دونه يقفك وحاجك يس فرد إليه هذانا حقيقة لبعض منسك لبعض وقفك إليه حاجك يس متمتع إليه إن كان متمتع أسوأ وعربا عمر يحج وعربا نوصلح قليه ويوحدوني إنه كلفة سيولي مركا عمر يستو كدب ونستو وكدب هذانا حاجك ويالك ذاتك تمتو أسمينه مركا هور مركا ملابس حرام كي وطان حرام كي قلان طواف أيان طواف كي عمر الإيمان أيان كذبنا سعي ما إلى إيمان أيان كذبنا مرح يحيرنا أيان مركو إسك بدل أيان حوري نقان أيان يتمتعونا استمتاع سي قل أيان أوه قف كينو مركز وكرقون نقل قف أسجا حوري نقان دعي إلا أو ما نت حجك أو ما نت سديدة دي الحجة أو يوم التروية أي مركز ما يشوف جوي هوتيل كيسي أغل كود قنايو بكيسك حرنا أيان ما يشوف زوي حجك نيسان أيان مركز حج كاس أو قادنا يا مركه ورانا نيد وح وقصي وحولية اللهم لبيك الحولية هاي عمرة متمتعا إلى حج يعني تمتع إن حج هاي يكون يسنيا كدبنا إن أركانتي وحج كا يلا إيمانا يا إن وحاس قصي هرتي منسك أفراد وما سدحات وكان القران إنه قفك حج كي عمره سلاح جنيه وهل مرة سمايو ومركز دوافير يسعي ومركز أمي جايو إن دوافير قديم مركز غيره
ifaadadu aan leeyahay kadibna uu sacyigii oo hal sacyi uu ka dhigta oo markaasna uu arkaanta kale xajka ula yimaado kuwaas markaa mutamatica iyo kanqaraanka ah neef ayaa laga rabaa maalinta ciidda ah iyo ayaama tashriiq ah ayuu qalayaa markaa waa laga qalayaa hay-aday shirkadaa joogo oo dadka usoo qala magaca lacagtii laga qaadaa keliya kadibna waxa neefka ay ka qalaya ayga shaqadiisa maaha idan xajka haddaan manaasibtiisa marka aan bilaabno oo xajka ama mutamatic ha ahaado ama ha ahaado qiraan ha ahaado ama ha ahaado tamatuc ha ahaadee ama fardi ifraad ha ahaado maalinta sideed u bilowdaan iri maalinta sideedda ah dadka maka jooga meel kastay joogaan kulleed waxay aadayaan subaxdii sideedda ay tahay mina ayay tagayaan mina ayay maalintaas dhan joogaa maalinta sideedda ah minay joogayaan salaada duhur laba ragac ay tukunayaan casirkii laba ragac ay tukunayaan maqribka saddexdiisi cishihii labo wahaakada taymooyinkaasi ku jiraan oo mina ayay joogaan maalinta sagaalka ay tahay subaxdii sagaalka ay tahay ayaa la baxayaa marka carafa la aadaya carafa ayaa maalintuna la joogayaa marka markay gaaraan marka dadka waa kala daahi karaan basaskii waa kala daahi karaan nin kastoo u tagaba meeshaas ayuu dikri ilaahay subxaana wa tacaala iyo ducay wuxuu ku ducaysanaa ku ducaysanaa ilaa iyo salaada duhur la gaaro salaada duhur kadib ayaa markaa markay la adimo ayaa dadka duhur oo laba ragaca iyo casr oo laba ragaca oo jamcu taqdiim ah jamcu qasran oo tacdiim ayay tukanayaan halkaas ayay markaas waxay u faaruq noqonayaan ay u banbaxayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala inay baryaan walidaalika salafka duruqyo fara badan ayaa kasoo aroortay cabdullahi ibnu mubaarak hadhin sufyaan thawri gayrkoodi dad badan markaad aragtid nin kasta wuxuu lahaa sifo gaara ilaahay ku caabudayay waxa qaarkood jibahay dhulka dhiganayeen ilaahay subxaana watacaala ayay dhahayeen qaar garka ayay qabanayeen ee ilaahay baryayeen qaar waxay u baqayeen dadka halkaas kuu yimid ee ayaga hadda dindi laheen maalinkaasna walidaalika markii la weydiiyey nacam sufyaan cuyayni inuu ahaa filaya in la weydiiyo la yihi maalinta kale oo maalintaas banaanka oo banka carafa la taagan yahay war ninka uu nasiixuyoy wuxuu yihi waxaa u nasiixuyay ninka is ilaah maanta ilaahay kuma cafinayo maalinkaas oo maalinka ilaahay subxaana wa tacaala oo cafiska uu fadina malaa'igtana uu kuu faanayo addoomadiisii shalay oo kasoo baxay magaalooyin fofog ka yimid oo min kulli fajin camiiq ka yimid oo usoo baxay ilaahay dimadhaafkiisa waxaa weye halkaa markaad joogto waxa weye gurigaaga joogto ilahay ku barodaa laakiin inaad baxdid waa meelahaas u barakaysan aad mashaqa iyo dhib aa u maartid waxa la heli kara maaha marka ilahay ku faanaya ley reerahoodii maalko waxa dhina kasoo tageen janna ay arkeen ayay arkaan iyo cadaab ay arkin ayay ilahay ka magangalayaan markaasoo ilahay markaati furay wuxuu leeyahy ashhadu annanii qad kafartu lahum walidaalika nabiga calayhi salatu wasalam wuxuu yihi duco ugu fiican maalinkaas lagu ducaysto waxa weye inuu qofku yihaha laa ilaha illa waxduhu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamd wahuwa calaa kulli shayin qadiir inuu saa uu yihaaha ducadaas waa khayru ducaa'i yowma carafa maxaa yeele towxiidka ayay ku tusaysaa qofka inuu markaas oo ilaahay subxaana watacaala cibaadada u barax tiray oo keligiis uu caabudayo oo ciddi dhan uu kasoo tegay hadduu maal lahaa maal waa kasoo tegay dadka qaarkood maal ayay ictimaadaan wuxuu ku leeyay maal bahaastaa waxa iga qaadi karo maalkii waa kasoo carariyay laba go-aada wataa keliya waa nin karfintiisa wata keliya oo tajarud isku sameeyay adduunyo dhan uu kasoo tajaruday walidaalika maalinkaas waxa ugu nasiib xun ninkii is ilaa ilaahay subxaana watacaala dinigu ma ku cafinayo saasay salafka laga soo wariyay maalinka marka carafaadka markii la joogo ilaa qoraxda ka dhacdo meesha ayaa la jooga ilaahay la barayaa maqrib lama tukanayo maqribka waa la akhirayaa oo dib ayaa loo dhigayaa kadibna waxaa lasoo aadaya musdalafa ayaa la imaanayaa musdalafa maqrib iyo cisho lagu jamcinayaa oo maqribu saddex iyo cisho laba ah dadku arkaysaan koox kooxay u tukanayaan waa mantar cajiib oo qofka rabo inuu ku cibra qaato dad oo maal lahaa oo guryihii solo joodarihii ku siixan jiray iyo kibirka ka muuqan jira maanta saasaa la wada saman yahay dharka isku dhara wata dhan nin dharka ka qalaka qurax wata malaha ilaahay subxana watacaala loo banbaxay walaalika maalinkaas waxaa umaysa qofka inuu qalbigiisa faaruq uu ka dhigo ilaahay subxana watacaala baryo u duceysto oo baryo ilaahay subxana watacala waxdaane u qoro oo ilaahay ammaano nicmadaas oo ilaahay uu kaga shukriyo waxaasoo dhan waxay tahay waxyaabaha oo qofka muslimka ah maalinkaas maxaa dhahay maalinku gurigiis kusoo laabto waxaa lagu yeyay kayoom waladata umu wey asoo hooyadiisoo kale rajaca ilaa beyti kayoom waladata umu maalinta hooyadiisoo kale dhashay ayuu soo laabanaya idan dembigaas halkaas lagaa soo dhaqaayo oo ilaahay subxaana watacaala u dhahay ibni aadanow haddaad dembi oo samaawaadka ardiga ala timaadaan oo laakiin fastakfiruuni dibdhaaf u wirsaan akfir lakum walaa ubaali waxaan ka rabo malaha walidaalika maalinkaasoo kale waa maalin cajiib ah oo qofku muslimka ah oo dareemi karo islaamada shucuurka uu leeyahay oo kibir ma lasoo dhigay
دغاي او اسلوغي مال سو دغاي اسكو فان اي قبيل اي رار اي مال سو دغاي او قف كاستو دحايو الله سبحانه وتعالى ان نبي عليه الصلاه والسلام وخير خلق الله ايا جبل رحمه الاستاذ وير حل كان اني استاذ لكن عرفوا انه موقف ما شرطان في استاذ كرتان انه يري او الله سبحانه وتعالى او البريو اي تهج هذين كاس مركه مركه لا سو دقاق رحم كي دحدو مزدلف لا يمادو او مزدلف عشيه المغرب كل وجمعيه ولا صحنا يا اير aya dhinac uu ka dhigay ee waalida la yahay intaas maanta dhan socdaya waxa lagu jiray ila ala baray lagu jiray lama jiifanin lama saaxanin marka qofku waxa uu saaxanaya dhagaxya oo qadiir yar yar noo soo garab soo arursanaya oo ah todoba xasaad ayuu soo arsanaya maanka todobadaas ayaa kaafisa kaliya een hadii aad wax badan qaadatay ama iska yeelaadaasa laakiin todobadaas xasa kaliya in qofku todobadaas oo qaru wax uu soo qaato qaru wax marka ومركا ومركو ان صباحدي فجر كوتو كدو ان مزدلفه كوتو كدو كدبنا او دقاقو ومركاس جمره عقبه الكبرى وسو غنتو اي امانيس مركا وهي نقنيسا مركا انو سوماليده شيدان اي تقانا واخ شيدان ما هي مش مير لكن جمرات النبي عليه الصلاه والسلام لغا ديسنايو ان ان لازم يدرس واجباتك كميتاي او قفك انو غوتو دوناي مركا صبحي هورا لا تورناكا مركا صبحي هورا ماكي دتك لا دورت مركا دتك لبا جايس فير دتك ودالين ويلك دينته ان يسر ويلك كو سيدا دتك لما قصبن نينك مركا سو كلا مركو توبدا تورتو مركو حسا كاستا او توراي قروح كاستا دها كاستنا او دهاي بسم الله الله اكبر او دهاي او الله اكبر او دهاي او كو توراي او توين كو دمهي دينا سو اديا ان مركا حدو ربان مركا سو لابانيا teendooyinkii mira oo shalay markay business deedeed u jiifay oo sagaalad ka arif u jeeday laakiin aan sideed ee teendooyinka ku jiray ayuu soo aadayaa marka markaas oo kale waska xiiran kara aan hadduu rabo hadduu rag yahay waa xiirnaa waxa ay taxallum soo qoraa oo soo binaya oo ah inuu xiirto dharka beddesho labada go oo maalmaha dhan watay inuu iska dhigo oo indho qamiskiisa dharka gashanaa gashto oo madaxa xiirto markaasna maalintaas ومعنى عيد وتمناك توي ويوم الحج الأكبر كوي وينا ودتك أعمال فربنا على الخمانة ما خد بدك قدبو حرام كوسي قدبو وطواف إفعال وصور رأسي كم دي لكل تمنى هذيك من أوسو صحران تنوي كي معنى سديد كدر إن صقر لكن دتك كلام حليه وحنيب بمن إن أجلتان وأدك دهين وحرام كل سقوط تين دتك أنا لبيب دتك قاسم دتك أن أويدن إني دم لوتان إسول لابتان إسكح تحرم سلام حلو مركا een miyey joogan maanta kuwad marka do casirka markii duurkii kadib badda zawal inay hadana dhagax turka aadan nin kasta marka wuxuu qaadana 12 dhagax maanta labaad 12 dhagax todoba oo ah suqra iyo wasta oo todoba ay kubra oo todoba maanta kuwad kubra ahayd suqra waa la dhaafay wasta waa la dhaafay maanta ciid ahayd kubra ayaa la soo toortay kaabada een aniga ugu gudbare tawaafku soo sameenaya isaaygiisa soo sameenaya waa soo xiiranaya kaas marka asagana marka soo xiirto ayuu muhiimina ku soo naqanaya marka ninkaas oo kale xajkiisa waxa uu dhigin kaliya ayaa mutashariiqo oo mina inuu habeenki saaxdo laakiin ragan kale oo dib u dhigtay waxay u xaq u leeyihiin inay mina ku soo laabtaan markay mina ku soo laabtaana ay ayuu wax xalalsan oo nastay ilaa oo ninki xaas lahaa inuu xaaskiisa u tagi kareen een meel la isku tagana ma jirtaa oo teendooyinka dadka dhan ayaa degan een ayaa markaas oo kale een ayuu xaq u leeyahay inuu sameeyo atarkii wixii xaaraanta ka ah barfuunkii ah wax kasoo marsanaya een ilaa ay xaas ninkii la xaaskiisa uu dhawaanayo uma galmoonayo kaliya inta uma dhawaanayo macnaha mala sheekaysanayo maaha laakiin ma galmoonayo la jeeda saas daraadeed maalinkaas mino ayuu haddana ku noqday galabtii casirkii saddexda jamaarada soo tuurtay haddana uu soo laabtay gurigiisa ugu soo laabtay subaxdii kale qora intaasoo dhan nihagii kalena way halkaasi ku soo laabteen marka markuu ugu dambeeyso qofka markuu laba cisho uu joogo wuxuu awood u leeyahay faman tacajara fii yawmayna falaa isma calayhi inuu markaas baxo oo markuu dhagax tuurto oo soo laabanin oo hore usii aada mako oo si tawaaf tawaaf ifaad iyo sacigiisa uu sameeyo xajkan soo afjaro ayaa ah maxaa yeelay xiirasasho waa soo hormarsaya walaak nabi calayhi salaatu wasalaam markii asxaabta u yimid oo yiri inii dabaxtu waan qala qabla an tawaaf ifaad ifcal walaa xaraj ifcal laa xaraj inaa dawaafka dib u dhigay sacyiga waxaa xoru ifcal walaa xaraj ninaa wuxuu yiri madaxaan xiirta intaad dawaafin ifcal walaa xaraj wahaakada wax inay bannaan tahay oo diinta nusragal ayay ku tusaysaa markaasna xijki saas uu ku dhammaanaya qofkii waajibkii wax dawaafka ifaadi markuu sameeyo waxa uu harsanaanaya kaliya dawaaf lwadaac oo asaga waajib ku ah markii laga reebo dumarka oo cadaarta leh oo xaydkii nafaaskii qaba in ay kaliya oo dawaaf ifaac laga cafiyey haddii soo dhuufayaan laakiin ragga waxaa wanaagsan aakhari axdihii inay ka yaalaan dawaaf wacs waajib ah waajibaadka markii laga tago jabriga lagu sameeya oo fiqiga axkaam sii sheegayso neef ayaa qofku waajibaya haddii uu ilaa iyo arkaanta waajibaadka naftooda waa kala tahay kulli mid qaar waxaa jiro lix masaakiin wax laga siiyo sadaqa laga siiyo
qaar waxaa jira neef waajibinaya waxaasoo dhan waxay ku xiran tahay marka waajibka suu yahay qofka markuu ka tago iyo markuu soo xasuusto uu guunayo waxaasoo dhan uu noqonaysaa xajka saas ayuu noogu dhammaaday qadka telefoonad halo halo waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu sheekh waxaan ku weydiin lahay tobanka beri ayaan waxaa ka hadashay carafo saasaa ufahma umaleyna tobanka beri qofka soono muxuu maxaa laga rabaa inuu bixiyo marku maalinta iida leefka ku waajibaa mise kale waa hesuna caadi oo leefka kuma waajibaayo maya wax ku waajiba soonkaas wuxuu waajibinaya malaha dabcan qofku waa soomi karaa oo xaqa uu leeyahay laakiin waxaa jirta udxiya jirto oo aad garanaysaan oo maalinta ciidda in la qalay tahay oo bacda salaad la qalayo weliba oo ah oo sunno muakada jumhuurka say qabaan bacdi culamana ay waajib ay ka dhigeen oo qof kasta oo waxyeli kara inuu wuxuu bixiy waana wanaagsan tahay in la bixiy maxaa nabiga calayhi salatu wasalaam kabshayni amlaxayni akhrmayni ayuu xadiiskii bukhaari anas si uu sheegay uu nabiga calayhi salatu wasalaam asagii ummaddiisaba midna reerkiisa midna ummadda ayuu ka qalay marka haddii ummaddaba uu nabiga ka qalay waxaa cad halkaas inay tahay nabigana waa la amray oo fasal rabbika wanxar ayaa la yidhi waxaasoo dhan waxay ku wanaagsan tahay qofka inuu udxiyo u qalaa udxiyadana shuruuday leedahay laftigeeda oo ah inay neef uu ceeb lahayn uu yahay maalinta ciidda qof kastoo maanta reer kasta guri ah khaasatan soomaalida dhibaatada hadda ka jirto kale way awoodaan dadka inay udxiyada ay diraan dadka hay-adaha ay u dhiibaan ama dad ehelkooda ay u dhiibaan ayidhaha maanta udxiyadii aan qali jirina way hana laga qalo taasoo kale wax wanaagsan wey waxaa marka qofka udxiyada qalaayo ayaa waxaa laga doonayaa maalinkii bisha ay kow noqoto carafo oo dulxija ay dhalato dulxija ay dhalato ayaa waxaa la doonaya hadduu cijilaya cijila inuu jaranin ilaa iyo maalinta ciidda neefka ka qalaayo timaha inuu jaranin maxaa dhacay tin kasta ciji kastoo ku taalla ajir badan u zaa'ilinaysaa marka maadaama uu doonayo xadiiskii musalama qeyrkeedaba wuxuu leeyay nabiga calayhi salatu wasalaam iyuu qofka iska qaadin qofkii doonayo man araada an yadbax ninkii rabo inuu qalo udxiya oo maalinta ciidda neefkaas oo udxiyada doonayo inuu qalo cijahi iska jarin marka bisha ay bilato oo carafa soomaalida carafi u yaqaana ama bisha xajka sidoo kale timaha iyuu jarin waxaasoo dhan ajiray u saacidinaysa ama tin xaadka ku taal ha ahaato ama ha ahaato timaha kale meelaha kale kasoo baxo inuu iska jarin oo markaas uu la sugaa ilaa neefka markii laga qalo kadib uu xiirtaa uu usoo waxeeya markaas isnadiifiya naam waxaan ku jira udxiyadaas soomaalidu waxay sugisaa maalinta ciidda ciriiriya nagu tahay oo qale aniga waa bixiyaa marka maalinta labaad ama maalinta saddexaad ay kugu gaarsiinayaan oo qale marka maalinta ciidda ayaam tashriq oo dhan waa la qari karaa maalmahaas nabiga calayhi salatu wasalaam wuxuu ku magacaabay oo hilib iyo cunno ku magacaabay marka saas daraaddeed maalinta labaad iyo kan saddexaad waa la qali karaa waa la qali karaa maya micnaha qofka oo baashii bixinaya neefka intaas ma waxa yarnaana ciddi inuusa goynin inuuna timaha iska goynin ma sugaya ilaa neefkaas uu dhiibto ilaa looga qalo saasay ku wanaagsan tahay naska nusuusta saasa dhaharka ee laga fahmaya saasaa laga fahmaya laakiin hadduu ciideysto usnadiifiyo la baasa maxaa yeel bimujarad oo isaga wakiisho wakiilkaas wakaalashada waxaa muddaa maalinta ciidda inay ka dhaceysa marka hadday dib u dhacdo maalin u dhacdo waxay dhigaysa mal lakiin naska wuxuu sheegaya ilaa laga qalo qofka inuu sugo ninka qalanaya maalinka khusuusa maalinta carafa oo asal ah inuu qofka saas ahaaday iyo maalinta ciidda ah ama maalmaha kale dhib male hadduu jirtana la baasa wax dhibba lama leh dhinaca kale halo 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 asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu halaan sheekaarebe asaa kula hadlaya asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu sheekh usuuya waan ku salaame waxaare waxaa barnaamijkaada diimaha ajira xusnaha liga seegay shaqaalaha waxaare sheekh anaan ku weydiiyey waxaare waalidiinteeda mid ka mid a waxaa rabay inaa laygu xajiyo marka oo abtigeyga oo sacuudiga jiro wuxuu dhah wax alle waxa aad awoodid gabadheeta wax makugu xiraaye marka waxaa adi ai garajid le soo dir u dhah marka saas miyeeli karaa mise qof kastoo loo xaji wixii loo dira u diraa maya maya hadduu asaga ku fasaxay dhib mala xataa fariyola iskaga xaji karaa qofa kugu sadaqaysan kara qof kale ku sadaqaysan kara dhib mala okay jisaakala marka weydii sheek okay dhinaca kale halo halo asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullah wabarakaatu sheekow xadkaad ka hadlaysaa wax ka baxsanaa ku weydiin rabaa ma hadli karaa hay odadan wada joognaha maxay ahaatana waalidkeyga caaya maxay ahaatan waxyaabaha ugu xunoo dadka bini aadamka lagu caayona ku caayaa
مو أنا أختي إن قفك طبعاً أنا عموما وهذا لا يهدر مو أنا أحسن قف مسلم إن قفك لمسلم وعي السباب المسلم كوني مسلم عي وفسوق والنبي عليه الصلاة والسلام قلت ما هو فاسق من كاس أصاب فسق نمك سوى نقنيسا هذا فاسق نقل محيانا مركاتي وقلن وعيا بلن أيا وركي سنة لقادا أيا إمان يسو وهذا كيس لبقى يسنين إلهي سبحانه وتعالى نفس الفاسقين تواقرنا يسا عذاب يوعاسوا إبن القادة مركا أصايا كواني نارده هذا نهاتي قف كوي هذا قف حدد كوة وهذه صدها عرورتها يعني القبل هذا هذا كله لأن عرورتها ويوي هاي إنه والد ويوي هاي مركا والد كالعاية مرت مركا والد كعرورتها هنا عاية وحوة ناقسمة تاسو حيتي بيو بيس مركا هرب أنت عايز واحد عارين توانا ده أما مكو عايز مس مكو عايز محي وأنا كسرت هنا إذا تقطعن بض قاضي أمي كلا قر قال وعند مساجد وتقطعن وما كان حسن لوير أسمع اللوير دي وحي صحيح جيران سي حق الوعد هذا الشيء تحبه اللي هو مقاضي كر إن شاء الله هاي شيء مين عكل هلو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أيوب جوال. أساك الله الله. هلا السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أو. ها. من أخرجها؟ ها. هلا. ها تي في قصة ده تلفون قيقل صار تلفون قيقل صار. ها شيخ أو أبيد بتلو عليك كيا. ها. هلا. أو كسي لا عندي ربا وعبد كان وخصوصا قال لي ورد ورك 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 لعنت الساس كلا دي ولا مد إنسو إنسو رأينا إنسو إنسو كوا متو إنتو إنتي إنتي مدو ما يروح بنام بكرة إنك إنتو رأينا وباقي حتى صدق مارك العكين وصلهم دحين إسكبيهم واستعملوا إنت سنة ما بنت هاي ما لا بس أنا ما بنت هاي ما يوالا تمشي الكار نعجب حوالي ما يا مركو دمنا إنتو بافينا يمحاول دحيس waxa uu dhexay ka dhow sano ah dhow sano san sarmiya afar sano meelahaas qalaas asaas kale dadka dhalkiisa la siiyay markaas dadka dhalkiisa yeelanaya ha oo marka wax buu la waa sadaqay wax laga bixinayo ma aha oo dal lagu leeyahay maya ma duubo raadiyay aad u arif uu ka ahaa nabi ciise sallallahu alayhi wasallam wuxuu raadiyay baabina helo halal laadi أسيء كسوري جزء إلا هدي له هلا إن دتك هذا ولبى في هدي مركي هذيك عايز الناس تعمله كذب هدي له هلا دتك هذا أكثر ولا علناه هي الشيخ ما كنت نعم دين عكلا هلا هلا ها هلا نعم أقول مغلا تي في جزء كذا تلفون كي يقلصوا Hello. Aku mala. Bina kah? Hello. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Rasul malah hendak kerabu. Aku lahadla. Okay Syekh, soal arwah ina kuidiu. Wabert. In soal sih tuh hawiyan in kiko in hahas. Wabert. een odigeeyu wadan kala yiru wuu ku nool yahay ana wadan kala yiru baan ku noolahay den waxaan rabaa in aan xajiyo odigeeyu markaa u sheeg waxaan rabaa in aan isla xajino wuxuu yiri aniga hadda xaji diyaar uma ihi in aan aado marka aniga kaligeey ma xajin karaa oo walaalahay ma raaci karaa walaalaha uu kula sheena ha ha waa xaji kartaa ha soo asad amar aanan yaani oraal ka in kot ilmaana gadhixeyo إن إلهي إنك بذكر وبتجارب مثلاً. سأسأل ماذا حقيقة أسقول أفسدين لكن أصل كوا بحكر تعدي وأصل مو أنا كسامي مسلم قبر عير وقبر حناق ودحين واجب ديني بدون سين وراهو
أنا قي دراجي سنة كحكم وقال قيامها سؤال ويدينا لفتيسة رجع ساعة سماية ودمرك حقوق الإله سبحانه وتعالى عنده الجري وجودنا بس إلى لكن إن خالق لا جر عنهم بدن إقبطوها لا طاعة المخلوق من معصية الخالق إن أتحشك هذه ست أصوات حتى قلنا هدي أودي ذا الله ده أنا جوا ده إن سلاح جن حتك حتى أنا واحد دم دشنا ولا لو كان سلاح جن نعم ما هو هدي على مر ما هو ما هو اسكح الجن كراوي راعي كراوي راعي نعم في البدن لكن هدو ديدو أذين أركت دروف تاري قاسي إتاي ومرك لا كبقي سن وحج كاس أود ويسو حج إن شاء الله إن شاء الله شغل ما سنتهي نعم دينا كرالو هلا نعم ها شو قلنا مثل هالكراء قصة أسا قالوا استوديو سوا عمرك يا اتمنى عمرك المساجد كانوا أوتو وايد 591-591-7 نعم نين عكلا؟ نعم الشيخ مريو السلام عليكم الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ واحد نعم أيريني أنت ما عن لقى شعير يو مص مصم مع مسيو واجب حفوك أنت إسلام حفوك مثله كيف ذلك؟ أقول كيري رأي ما لقى شيء ها كم عن أي كل سنة لقى شعير يو ها عقيقة أنا عم سنوي سنوي مركا هدي عن عنده إيه كمان يرى إذا لقى شيء وكم عن سكيد أيوه كم شعير بقى واحد يبقى إلا ذا مره واجبت الشيخ جزاك الله خير سنة وقلافته إن شاء الله سنة إلا قلافة وقلب ولا هذا لكن وحواجب وحق حكم كفورة منها أولي جيدة لنعك الهلو نعم السلام عليكم الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ كل حد كان لي سلم لنا يا شيخ وحن رضينا المحكاوة يبتير وحن رضينا أخوالينا نبكحي حجسة واجبت الشيخ وانينا الحياة اللي يبليها يبلينا معنا حجسين واقرت ما تحين كراه ووي دتك دينت كل هذين كوا عزان دينت دينت هذين وبني كلين ما يهاد واحد يقول لك جلمت شلان واقع حين كرتا واقع حين كرا سمع ها شيخ ما سمك الشيخ نعم من يعكل هلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بحان روي إلى مصاحة الله على الشيخ السولي أصاكو لها الله أصاكو لها الله ها هذا هو جدا إلى ما بلوي حبعة. أما تي تلفون قال تلفون كده يس تلفون تي في كده كده. الشيخ وحان ربي. هنا الكويت دي قبح. نعم. قبح يوم حي هذا هنا مطاعها أبطال قلان ربي وأنا وحان جو في لندن وما لي هنا ودي بان ربي عجوين كي وحبين ما لجري كنا ليرفاس نيا. سنة ويها ناس دايس ناس كده وقت ياس أجر بدنا كو خرداو. لك هذا ما وحال جر وحب الله وناس عمرك بيش ذي الحج وبالعبته طبعاً ك وطبعاً عيش كلي وحال جرين لكن هاي هذي أنا جم حط مجوعة وحن جوعة هاي ودن كله أبك حط جوعة لكم واجبته ما يدك كاس حج كدك حج كده ودن لكم واجبته ذا وحيز زي الواجب ما وحن أن دك حج كهذا أن كان له فرد إفراد كسمينا هذي وحقلين له مرة مرك دك لكم واجبته لكن وأصلنا يقول تعالى وحصلنا على هذا وحواجبه ما آه أنا جبتي وصلنا يقول تعالى نعم فما أصلنا تعالى قال الله كثير أمين دمنت إن شاء الله نعك الهلو هلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولالك حرر إن الشيخ أصل الهدل أساق الهدل ما شاء الله السلام عليكم شيخ أصل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بس يا أنت أنت تكبر قبت ولا ماذا؟ الحمد لله هذا لفعية الله أكبر نبعة الربي الحمد لله ولا الكي وحاكو يد الله وحان جعل الله إنا حاجك أم آدم محرمنا ما عاست قرب مهيري سعى الرعبي قرب هدي كل الرعبي أو كوانتك لذقو هاي وطبع حتى متقانا وحا مقلي حتى إنا تأذن كدد الدين دي لعلها تايرين ما هذا ما يبي
قرب قوت غلط يعني أجنس مية لكن شيخ راعي أنا هاي ما هذي قرب كهلاي إن شاء الله وابيح كرامة ودا محرم الآن نعم هذي قرب هليس وابيح سها خير الله كسيولا لك من أكل هلو هلو ها السلام عليكم والعرب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والعرب حافظ لنا الشيخ الله هذا السؤال أسأل كل هذا يا أختي الشيخ قال لي قال وحاوي وحان ربي إن حالي لان سؤال كالويديو هاي وحاج جرتي الصوم فربضان أيا اللي يقولي هاي عن حساتي سن أنا مهيمين نعم وحن صوما صبح إشو هذا إن بحياء حوله ورسيد علماء إيشيغين هاي بارسا تدين كو قياس كرايا إلا عبر كي ما هي واحد وحس لا دعفة وحبا صدم صنع مدو دحيسي لاتن صنع مدو دحيسا ما حسابت من دي الشباب لا هاي صوما هاي جدا سيدين كو حسابه كلام أنت ردأ بانا هاي قياس اسكي قياس وحا وقفك مركان يكون اجتهاد ولا اجتهاد أي واحد اسمه كرتين انت عصينا قط معيلي سواء كوا سنة كوا مر وطمن وصدا مع المود يسال الله تم مع المود وي مركان دي أتكسو قبضت شنو يتم صنا كذب يكذب بي دا لا أدرت مثلا دا أفرتنا أم كنت أدرت كنت رشان يتم كجر أو أحد دا دي وقان جار كان هين نعم كريب مركز من سنة كوا وصدا العشرة مركان انت أتكسو أنت قياس كرتين انت أبو مليس إله هو عقابة انت أسو إله هو قبنا إن شاء الله ما يعلو هذا حساب ما بحيي أي واحد إسكروا أن أنا أدوا إسكوا ضايع حوالين سنين بعد هي خمسة فصلا بكي بيلسكو قادر أروح إسكدي حوري لكن حوري لو شيء يعني بقول جبار ما يصدون جبار ما يفصل جبار ما في إقلاص تتاسع نجرين دبعت اللي جاي ستوتا ما ليش صحنا مش يسكروا سيدة أحكانت وحالو ديسا غلبة الظن انت أدو ملين كرتيد إلهي انت أسأو دوو إن شاء الله لكن الله ما استطعتم وادي كي يقول ترى وانا عطنا قل الله يجزي في عمره الله أمين يا الله قلت وحن في حساب تحولها سيدي الوكلاء سارية حساب تحولها طبعا سنة كي وردار ما جرى مرة أجره نيتي سوى مقدرته وعد مرة أجره واجفتاء مرة أمورها واجفتاء وحاسمك قولي إذا أنت أمري سيدي أنا مثلا واجفتاء مثلا تمسوا أنا وكلا كم بحي أن تمنى فوق على أمدا بحس قياس تاسع قلتك إلهي أنت سا أنا أمري أنت سا إلهي أنت فوق وانا إن شاء الله إلهي إذا كيس جزاك الله خير نعم البرنامج هو حلو قبل أبو مركا إن شاء الله إلهي سبحانه وتعالى ذاتك أنا هنقول له حجك إن حجا مقبولا مبرورا الله قد له سعيا مشكورا والذنب مغفورا لما تن حجك الله صعب إلهي سبحانه وتعالى كوكس عباد يستاء إلهي سالمين غانمين وكوكس الله قد الله كان الله نقول له أمت الصومالية إلهي سبحانه وتعالى إلهي سجع ليسي اللهم ألف بين قلوبنا إلهي قلوبنا سجع ليسي إلهي سبحانه وتعالى مكان قمصا إلهي سوهن وني عدينا حامصا إلهي عفاظ سيو عدينا دمتي إلهي محرستو عدينا قربها يسو دباتها يسو إلهي قربها كقال إلهي سبحانه وتعالى درسي زنكو قولنا وحي إلهي كبرنا إلى أن نسكس والله من إن شاء الله مدد اسم مدد كتب ميسو إلهي كوي قيرك كوكول ما جنة الفردوس كوكول ما الله نقدر يدبان تينما سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا هو أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلمك شخصي ده وإسلامك كدينه إسلامك وباه شخصي ده وباه إنه نقرأ قف مسلم كه محل كدينه ونقرأ نصو يرقف مسلم يعني أن ذنبه بين زوجات فدعه أهدم خطرة خاصة أن رجع نوح بركيسا إن ذنب آد وفربنا يكون عن أيقو إله سبحانه وتعالى أنك عب سنين حاسس كود هذي عاد عاد هويدا يا ربها عاد عاصي عاد وهيب إنها العاصي من قناعا وليه العلماء يحيرهن وهي بها الدنيا كسر دق دق عقابته